استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة بمقر إقامته في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية. استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفد الرسمي المرافق. وقد اطمأن سموه على صحة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، داعيا المولى عز وجل أن يمتعه بالصحة والسلامة. كما نقل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى سموه تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهما وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والعافية. حضر المقابلة معالي رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح والوكيل للشؤون الأمنية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح والوكيل المساعد للشؤون المحلية بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وعدد من كبار المسؤولين بديوان رئيس مجلس الوزراء.